أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا متابعي شاشة تلفزيون الفجر الجديد. ننطلق وإياكم في جولة جديدة متجددة بصحبة حلويات الماسة. حلويات الماسة دائما وجباتكم الشهية لا تكتمل إلا مع حلويات الماسة. حلويات الماسة طول كرم وزي ما حكولنا في اللقاءات والمسابقات رقم واحد. مشاهدين راح نكون معكم مع سؤال وحسيرة وجواب وجوائز من حلويات الماسة. من وراء الكاميرا سيرافقني براء عمر ومني أنا منتصر عنه. تعالوا معنا مع حلويات الماسة. مشاهدينا بنكمل معكم مع حلويات الماسة. حلويات الماسة الأشهى والألذ دائما في جولة جديدة متجددة طيلة شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. دائما استقبال عيد الفطر السعيد وداع طبعا شهر رمضان المبارك. مساء الخير. مساء الخير. كل عام وانت بخير. انت بخير. تعرف اسمك؟ حسن هوادي. اهلا وسهلا فيك يا حسن. كيف معك حلويات الماسة؟ لا ألف. ألف. طيب ألف تكفي. اسمع، بحبها الناس جدا وعندما يحصلون عليها يضربونها بأقدامهم. شيء النعمة. إيش النعمة؟ نعمة؟ لا مش النعمة، الطابة. ولا الطابة. إيه نار. النار. شو يا ستي نور؟ شو السؤال؟ بحبها الناس جدا وعندما يحصلون عليها يضربونها بأقدامهم. ما هي؟ حفاي. لا يا أخوي دخان. هذيك ببسوها بدوسوها. يضربوها إيش؟ يضربونها بأقدامهم. شو يا هودي براء، انت خليك معاي، خليك معاي، اللي عمل حادث يعمل. شو نعمل؟ ما مصروعين العالم. هو صهرها شوي مالك والسهل يا زلمي. شو مرض؟ ايش الاولاد؟ شو الاولاد يعني الخلفه؟ لا يا بنت. شو شو الله مبارك نور. اسمعي انا بدي ارجع لك في اخر في اخر محاوله. ماشي يا ودي. انت شو كنت درستي؟ رياضه. رياضه. شو شو بايش تضرب القدم تبعك؟ الطابه. الطابه. ما حكي الطابه. انا ما ليش علاقه في اللي برا. انا بدي يجي ما يحكيش، يجي عندي بعد ما اخلص بساله، غيرك ما عندي. طب يلا طب سألني. ضلك احكي خليه يطلع عليك. هاي من حلويات الماسة يعني ما طلعتيش بلوشي. بس اسمع، مش 50 دولار حلويات الماسة، بس اسمعي ما تطعميهاش. طيب. طيب شو تقول حلويات الماسة؟ كل عام وانت بخير ويسلموا. كل عام وانت بخير. طيب يلا تعال نرجع كمان مره. هاي سهلي. عرفت انا كره قدم؟ والله بقيت اقول لك عمو. اسمعي خلص روح يلا. طيب. لا تراه من غير حذائه حتى في وقت النوم، ما هو؟ لا ترى. طب انا شايف. طب يا زلمه من سلبيه تخلص يا زلمه. عيد 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 منتصر. لا تراه من غير حذائه ابدا حتى في وقت النوم. شو هو؟ البوت. ايش؟ البوت. البوت. لا تراه من غير حذائه يا زلمه. بنام. يدرون ثنتين بس ما تدقش على ايدي كذا. الفرس. الفرس. الحصان. لا الفرس مش بضله نايم بال شو اسمه بالحذاء تبعه. مزبوط. شو شو رايك كمان اجوزك؟ يا ريت. يا ريت بقول لي خلص مرتي جاب اتجوزك على حساب المسا. منيح؟ لا المسا. طيب شو تقول على حلويات المسا؟ شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بخير وان شاء الله التقدم للامام. شكرا لك. كل عام وانتم بخير. من قائل بيت الشعر هذا؟ لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفدا ما قد حصل. أحمد شوقي. خالتي اللي قالته. لا مش خالتك. لا مش خالتي. أنت صدقش نيس. صدقنيش أنت. يلا رجع لورا. رجع لورا. أحمد شوقي. أحمد شوقي. شو شعر شعر ما نكاش عليه يا براء. شو منتصر؟ منتصر العنان اللي حكاه. والله عمري ما قلت شعر. لا لا ولانه منتصر. ولانه منتصر. والسلام يعطيكم العافية. كل عام وانتم بخير. حلويات الماسة تعال. منتصر. مين منتصر؟ ما بدي اعرف. واحد شاعر اسمه منتصر. شاعر اسمه منتصر. ولك براء بس بجوز انا شاعر وانا مش داري عن حالي زمان. لا لا ولا منتصر ايش؟ لا مش احمد شوقي. شو مش احمد شوقي؟ انت من وين يا براء؟ من مخيم نور شمس. مخيم نور شمس. شايف مش قلت لك انا بحبش اعمل لقاء مع براء لاني بكره هذا الزلمي. بس وحياة الله لأول مرة رح أعمل معادلة. رح أعمل معادلة حلوة. أنا هذا الزلمة بكرهه فعشان هيك رح أعطيك جائزة. كيف أنا معك؟ سلم ايديك. يعني مضاد عشان أجاكره كمان. بكرهني. شو رأيك؟ بكرهني. لا أنتوا كلكم بحبكم. هات. هات. هات.
هات براء. طيب سلام عليكم، بديش اكمل برنامج. يلا دبر حالك، بديش اكمل برنامج. سؤال. طب في براء لو حطينا تاء مربوطه شو بصير؟ براءة. براءته. براءة. 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 شيل براءة، بتعرف شيل براءة؟ براءة من الله. براءة من الله. براءة من الله ورسوله. يعني انك بريء. بريء. انت انت متهم. هاي جايزك من حلوات الماسة، شو بتحكي لهم يا براء؟ الله يخليهم على التمام ويضلهم لك قدامك قدام. بس بتعطيك معلومة، شايف براء هذا؟ اوعى تفكر اني بكرهه، بالعكس بحبه كثير. وانا حبيتك وفوزتك عشان اسمك على اسمه. واحنا بنحبه. شو الجواب؟ طيب كل عام وانت بخير. ومبروك. وانت بخير. شكرا. في اجواء رمضانيه مميز جدا دائما بصحبه حلويات الماسه، حلويات الماسه مميزه وخاصه في شهر رمضان، متواصلين معكم على مدار شهر رمضان المبارك. يسعد مساك. اهلا. الله يمسك. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. كيفك؟ كيف هالاجواء الرمضانيه؟ الحمد لله، والله اجواء حلوه الحمد لله. كيف هالبيع عندكم ان شاء الله؟ يعني رايك والرب رايك. لا ان شاء الله، ان شاء الله مع الاقبال على العيد وهالموظفين ان شاء الله الخير جاي. الخير الخير جاي. طيب انت اكيد حلويات المساء من الرواد. ولو هاي جيران احنا وياهم. طيب شو بتقول لحلويات المساء؟ والله كل عام انت بخير، والله من ان شاء الله للامام للامام. طيب اسمع، في عندنا عليكم السلام، في عندنا سؤال، من قائل بيت هالشعر؟ اذا بتجاوبه بتاخذ جائزتك مباشره. بيت الشعر هذا: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، وإنما أصل الفتى ما قد حصل. سمعت فيه؟ سمعت فيه بس بعرف شنو الكلام. من قال بيت الشعر هذا: لا تقل أصلي وفصلي إنما أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل؟ والله ما بعرف. شو سيدي؟ والله ما إليه، بس لو تعطينا سؤال. طب أبو التين بعرف؟ لا لا. استعين بصديق. لا، من قال بيتها لا تقل أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل. خذ جائزتك مباشرة. يلا مش على الجائزة، احنا نجاوب. بس جاوب ما قد حصل. مش راح تأخذ الجائزة قبل ما تجاوب. ناس جائزة. سلامة خيرة حبيبي. سؤال ثاني يا أخ منتصر. سؤال ثاني. قول عليكم بدي أسهله. نعيد لهم إياه براء كمان مرة، جاوبنا قبل شوية. اسمع، في إشي بنام وحذائه معه، شو بقول؟ الحصان. حامل لي سكينة، هاي خطرة السكينة. لا مزبوط حكي الحصان. مزبوط حكي. خلص مش عاطي. لا أنا ما بصير يجاوب. ليه شو هاي؟ طيب استنى شوي، كيف السكينة بمشي وابعد، ارمي السكينة تعال هون. شو اسمك؟ مفيد جلاد. مفيد جلاد؟ يا عيني. أنا اللي بنام وحذائه معه؟ الحصان. الحصان، أنت حصان ولا شو؟ نعم، أنا بشر. إيش؟ أنا بني آدم. بني آدم يا عيني عليك. هاي جايزتك من حلويات المساء، شو بتحكي له؟ مبروك، شكرا لك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. يلا ماشي. شو ارجع لك؟ تعال. شو؟ تعال. شو؟ مين هي أكبر دولة منتجة للبطيخ؟ يا أبو بطيخ. أكبر دولة منتجة للبطيخ؟ لا مش عارف. بلا ريحة. براء. هاي نجاسة مش بطيخ. بطيخ هاي نجاسة شو يا؟ طلع شوي 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 على الكلام. براء قولكم. طيب شو انا هيك لا 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 شو الصين مش الصين مش عليه يا زلمه مش عليه بيغلطوا لك يا زلمه لا 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 مش عليه شو عليه يا زلمه الحسبه الحسبه لا 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 مش عليه لا في بس مش وين شويه ولد شويه اكبر دوله انت يا زلمه كله بطول عرضه هلا الناس وين بتروح رحله قاعده هالايام على الاردن غير الاردن تركيا تركيا اكبر دوله منتجه للبطيخ تركيا تركيا تاخذ بطيخه ولا حلويات اللي بدك اياها والله هات برا هاي من حلويات المساء بارك الله فيك الف الف مبروك كل عام وانت بخير والله وضل وراي طرب انا ضلت ورا طرب طيب الله يخليك كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير طيب اشكر لكم حسن المشاهده والمتابعه اشكر زميلي براء عمر من وراء الكاميرا ومني انا متصل عني يسعد مساكم دائما متواصلين على مدار شهر رمضان بصحبه حلويات المساء الى اللقاء